الدراسات التاريخية في لندن عبر موقعي الإلكتروني أن فكري تقدم ببلاغ لدى قسم الشرطة بشمال لندن ضد ياسر حبيب بتهمة إثارة نعرة طائفية شديدة بين السنة والشيعة والتسبب في حالة غليان بين المسلمين السنة في بريطانيا. للتعليق حول هذا الموضوع يسرني أن أستضيف الدكتور ظافر العجم المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. بداية يعني دكتور ظافر يعني ما هي الحقيقة أو حقيقة ملاحقة الكويت للحبيب عن طريق الانتربول، وما هي المخالفات التي تستدعي تدخل الانتربول؟ نعم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أمانة رغم رحابة اللغة العربية لأن لا نجد مفردة نستطيع أن نصف بها الألم الذي نحس فيه من التطاول على عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. اثنين، هذا الرجل جرنا لزوايا مظلمة في علاقة الطوائف في الكويت. ثلاثة، الفتنة التي حاول أن يثيرها الشقاق، هدم أسس المجتمع، هدم قومات الدولة، هي التهمة التي بإمكان الكويت أن تطلب بها من الانتربول أن تلقي القبض على هذا الرجل أو أن يتم جلبه إلى المحاكمة. هذا قضية. القضية الثانية أنه يعني هو أصلا محكوم بعشر سنوات في الكويت وفر بخطأ إداري من تنفيذ هذا الحكم. يعني هل هناك مثلا يعني هذه الآراء هل تجد أصداء لدى الطائفة الشيعية في الكويت؟ يعني هل هذه الأفكار فقط تمثل ياسر الحبيب؟ تطاولات هذا الشخص على ثوابت الأمة الإسلامية، نجد هناك توافق بين الخطاب الشيعي والسني في هذا الأمر. يعني المتابع للأخبار يجد أنه حتى اليوم حتى حزب الله خارج الكويت وهو في لبنان يستنكر ما قام به هذا الرجل من تطاول على عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأهل الكويت أنفسهم. فأعتقد أن جميع ما قاله مرفوض على كافة المستويات، وأخواننا الشيعة هما من أول من رفض طروحات هذا الرجل التي تتطاول على عرض الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني سمعنا أن هناك تحركات من الحكومة الكويتية يعني لحجب الكثير من المواقع سواء فضائيات أو مواقع إلكترونية سنية أو شيعية، والتي قد فعلا تثير فتيل فتنة ما بين الطائفتين. يعني ما هي دقة هذه المعلومات؟ من يرتاد الانترنت يرى الكثير من مواقع تثير الفتنة والكثير من ما يؤجج الصراع الطائفي بين الطوائف الإسلامية. فأعتقد أن الكويت بصدد الحد من هذه المواقع أو حتى وسائل الإعلام ككل، يعني ليست المواقع فقط. وطبعا هذه قراءة واعية من الحكومة الكويتية للبيئة الأمنية المحيطة بنا حاليا، فأعتقد أنه إجراء صحيح، وأعتقد أن الحكومة جادة في هذا المسعى، وأعتقد أن كل إنسان عاقل يؤيد الإجراءات التي ستقوم بها طالما هي في حدود عدم التدخل في الحريات أو عدم الحد من سقف الحرية المتوفر في الكويت. نعم، هل سحب الجنسية سيؤدي إلى فعلا إيقاف فتيل هذه الفتنة الدائرة؟ هو فعلا سحب الجنسية إجراء حكومي موفق جدا. هذا الإجراء أدى إلى وأد البذور التي لو تركناها لقامت غابة كاملة من الخلافات بين الشيعة والسنة بسبب ما جرى. كان هناك تهديد بالكثير من الندوات على الجانب الذي يرفض ما قام به هذا الشخص. فأعتقد أن إجراء الحكومة كان إجراء صائبا. ثم هناك قضية أخرى، هذا الرجل بنفسه اعترف بحصوله على جواز وثائق سفر من دولة أخرى، فهذا يعطي الحكومة الكويتية الحق في سحب جنسيته. نعم، يعني ماذا عن جدوى تقديم شكوى للمحكمة في بريطانيا لمقاضاة الحبيب؟ يعني هل هي ذات جدوى يعني من ناحية قانونية؟ يجب أن نعي أن هذا الرجل كان عليه قضايا في الكويت، ويجب أن نشير هنا إلى أن هناك من تدخل لصالح هذا الرجل، جهات خارجية، منظمة العفو الدولية
تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، كلها تعتبر ما قام به في مجال الرأي، وهذا قراءة خاطئة لما تم، لأن هذا يثير كما قلنا يثير الفرقة، يهدم أسس الدولة. فأعتقد أن الحكومة الكويتية لديها الكثير من المداخل لإقناع الإنتربول أو لإقناع حتى بريطانيا أصلاً بأن وجود هذا الرجل أو ما قام به يتعدى قضية الرأي إلى قضية نقل الحالة إلى دوائر أكثر خطورة من قضية الرأي. نعم. دكتور ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، شكرا لمشاركتك معنا في اليوم الثامن، شكرا جزيلا لك.